السلام عليكم، جمعة مباركة، وكنتمنى هاد لا فيديو يلقاكم في أتم الصحة والعافية. هنا عندنا شوفوا معايا منتوجات اللي جايبين بيم المحمدية، جايبين هاد الطناجرات هادو، بغيت نشاركهم معاكم. زوينين اللي على هاد الشكل هكا، هما واحد طناج واحد الطواجنات، هانتوما غادي تشوفوهم معانا. هما ملي كتهزهم لا ماتيغ ديالهم باش مخدومة تقال شوية، تقال ما هما من الانوكس، ما هما من الجرانيت، ولكن راهم تقال. زعما اللي بغى يشريهم راه تقال. بالنسبه للاثمنه ديالهم 200 درهم، بالنسبه للطاجين 200 درهم، بالنسبه لهذيك الطنجره اللي تحت منه حتى هي 200 درهم. هادو هما اللي سولت عليهم انا بالنسبه للاثمنه. الطواجنات بغيت نوريهم لكم، ولكن كي كتشوفوهم راهم مسدودين، كنحاول غير نوريهم لكم كيفاش دايرين. داك النوع اللي كيكون ثقيل بزاف. كاينين هاد السيبورات هادو اللي على هاد الشكل هكا، كدير فيها بحال هكا شي لعيبات، شي كتيبات، ممكن دير فيهم اي حاجه. انا جايبين هاد العصاره هادي ديال الليمون اللي على هاد الشكل هكا، هما هادو راهم كاينين في الكارطونه. كاينه هاد البانيني هادي اللي على هاد الشكل هكا، جايبين صراحه جايبين عروض زوينه. كاينه هاد السيبوره هادي ديال المعلقات والفريشطات اللي كتحط في الكوزينه، حتى هي زوينه. جايبين هاد مجموعه ديال الكاسرونات، كتكون وحده في قلب وحده، غير هما انا زعما الهزه ديالهم الصراحه ثقيله بزاف، وحده في قلب وحده، ولا دايرين اليد ديالهم راها محطوطه تما، يعني باقا ما مجموعاش، مازال مفصله. كاين هاد ليمول حتى هما ديال الحريشات، اللي بغى يدير حريشه هذا الداخل ديالهم غرانيت، ولكن حتى هما داك بالنسبه للوزن ديالهم داك الثقوليه اللي فيهم بحالهم بحال الاخرين اللي قلت لكم، تقريبا نفس لاماتيغ، غير هادو الداخل ديالهم غرانيت، مي الاخرين ماشي غرانيت. انا حاولت نقلب لكم الوراء ديالو، الظهر ديالو، باش تشوفوه. بالنسبه ديرو فيه المسمن، ديرو فيه الحرشه، ديرو فيها لي كريب، حيت الغرانيت ديالو ما كيلصقش. هادو قريتهم ديال اسبانيا. كاين هادي ديال هاد الاله اللي كتصنع الذره، انا اول مره غنشوف هاد الاله، هادي كنشوف شكل اخر، ولكن هادي اول مره غنشوفها اللي كتصوب الذره. كاين هاد التلافز هادو اللي جايبينهم حتى هما، انا حاولت نصور لكم لا مارك ديالهم، لا مارك تركيه هادي، ها هما هادو. جايبين هذا ديال الكافيتيريا حتى هو، هذا ساعه ساعه كيجيبوه، ديما كيجيبوه بزاف. كاين هاد القرعه هادي، هاد القرعه انا المهم انا نحاول نحلها، تشوفوها حتى نتوما. كاين شي مسائل ما كيبانوش، يعني حتى كيتحلو، هي قرعه على هاد الشكل هكا، بحال الشكل ديال الانوكس ومغلفه بالبلاستيك، والداخل ديالها انوكس. كاين كاين هاد الاله ديال القهوه، هي وهاد جوج ديال لي طاس، كيعطيو جوج ديال لي طاس معاها. كاين بعد شي كارطونات كنبغي نحلهم ساعه، ما يمكنليش نحلهم، تيكون داكشي في قلبهم مسدود مزيان، ما يمكنلكش تحلو. كنحاول نوريكم غير من الكارطونه. كاين هذا الابريق هذا اللي كيخدم الكتريك ديال الماء، ها هو شتي ديال الماء، هذا سخان كهربائي، كتسخنوا فيه الماء، هذا كيتحط حتى هو في لاكويزين.
اللي على هذا الشكل هكا. انا اول مره غنشوف هذا الموديل جايبينه في بيم، مول فين كيجيبوا واحد الشكل واحد اخر. هذيك التحتانيه ديالو حتى هي راها في قلب الكرتونه فين كيتحط. هنا جايبين هاد المقيلات هادو حتى هما هادو حتى ما فايتين جايبينهم، وعاوتاني عاود جابوهم عاود. الحاجه ملي كتكون على واحد الاقبال كيعاودوني يعاودوا يجيبوها. هاد المقيلات حتى هما ديروا فيهم حتى لي كريب، ديروا فيهم مسمن، ديروا فيهم حرشه، تعدد الاستعمالات. كاين هاد لي زيطاجير هادو ديال الخشب ديال بالنسبه للوليدات كيتحط في هذا في البيوت ديال الوليدات، كديروا فيهم اي حاجه بحال غونجمون كيدير فيها اي حاجه. هما دابا حاولت نصورهم، التصوير كيجي شويه بعض المرات في شكل حيت كنصورهم وهما من البعيد او كيكون التعنكيش ديال الناس، بعض المرات كتخرج الصوره بحال هكا. هادو كلهم اللي جايبين هادو ديال الدراري اللي كيتحطوا في بيت الاطفال. وكاين هاد البوكس هذا اللي جاي هكا كاري حتى هو ديال الخشب، كيتحطوا فيهم اللعاب، كتحط فيهم كتوبه، المهم هادوك دي رونجمون كيمكن لكم تحطوا فيهم اي حاجه، كتنظموا فيهم اي حاجه بغيتوا. في بيت الاطفال يمكن له يتحط حتى في اي بلاصه يمكن له يتحط. كاين هاد السيبوره هادي اللي كتحط حتى هي في الكوزينه، هادي كيديروا فيها دوك الكيسان ديال الماء، كتجي زوينه ملي ضرب مزيون في الكوزينه كتحطوا فيها الكيسان ديال الشرب. هادو انا ما عرفتهمش ديال الدوم، على ما اظن يمكن ما عرفت بحال الشكل ديال الصلايات جاوني، كتكون الحاجه مسدوده ما يمكنكش تحلها. كاين هذا الطباخ الحراري هذا عاوتاني حتى هو جابوه شكل اخر. كاين شي حوايج اللي بدلوهم يعني ما بقاوش كيجيبوهم بحال الشكل اللي متعودين كنشوفوهم. هذه الصفايه ديال الماء، هذاك الصفاي ديال الماء، ها هو شتيه، مصفات ديال الماء. كاين هاد الصندالات هادو ديال الصبع حتى هما جايبينهم على هذا الشكل هذا. ومن بعد ان شاء الله بقاو معايا حتى الاخر ديال الفيديو باش غادي نوريكم واحد المنتوجات اللي هما زوينين. كناخذهم كنت معوده كناخذهم ديما من بيم اللي زوينين، وحبيت نشاركهم معكم وزوينين يعني تبقاو تاخذوهم. خليكم حتى الاخر ديال الفيديو باش نوريهم لكم. هنا كاين واحد لوفوغ، هنا كاين هاد السيبوره هذه اللي كيدار فيها، كانوا فايتين جايبينهم كيدار فيها الماء، وكيمكن لكم ديروا فيها حتى الحامض. هذا هو هادو اللي بغيت نشاركهم معكم. كاين هذا الخل هذا اللي على هذا الشكل هكا، الخل الابيض اللي الثمن ديالو ها هما راهم طايحين فيه 4 دراهم، يعني حجم كبير والثمن ديالو حتى هو مناسب. وهنايا ديال السيترون، هنا ديال الحامض، هذاك الصفر ديال الحامض، الاخر الخل الابيض. وهذا حتى هو ديال هذا اللي معروف غني على التعريف، اللي كيتحك به لافابو، كيتحكوا به لينوكس، ناجر، كلشي كيتحك ليه. هنايا جات الصوره شويه مقلوبه حيت انا جلست لتحت باش نحاول نوريكم. هذا ديال لي طواليت، تيحكوا به طواليت يعني زوين، كاين طوايو من داك، كاين طوايو من داك الشي رفيع. هذا المعطر ديال الملابس حتى هو معطر غزال اللي كيدير 15 درهم، قول 16 درهم كيدير تقريبا، اللي زوين زوين بزاف. كديرو في لا ماشينا لافي، تيخرج واحد الريحه ديالو زوينه واقتصادي، اقتصادي من ناحيه الثمن، والريحه ديالو زوينه. هادو دوك البلاستيكات اللي ديال كونجيلاسيون اللي كيدار فيهم الجلبانه، كديرو فيهم خضار اللي غادي تكونجليوها، كديرو فيهم المهم بزاف ديال الحوايج اللي كيداروا في الكونجيلاتور، كيديروا سكون تقريبا واحد 17 درهم. وبغيت نشارك معكم هنايا كيعطيوك جوج ديال سميتو ديال الصابون، سائل ديال الصابون ليكيد، ومعاه واحد اخر حتى هو خاتيك حتى هو، يعني دايرين فيهم التخفيضات. كيديروا 19 درهم
يعني دايرين فيهم اثمنه زوينه. كاين هذا ليكيد حتى هو ديال اليدين. انا مول فكر ناخذ الكاري، الا خديتو هذاك الكاري حتى هو بزيت الزيتون غزاله البنات غادي يعجبكم، رائع والثمن ديالو اقتصادي. وهنا هذا الخل هذا غزال، رائع 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 بزاف. هذا كتني طويو به لافيسيل، كتني طويو به الثلاجه، يعني من داك الشيء رفيع. للثمن ديالو حتى هو 49 فاصلة نقولوا 10 دراهم. هنايا هادو ديال داك باش كت ديال لافيسيل، حتى هما لي طابليت باش كيتغسلوا المويعنات، حتى هما زوينين انا مجرباهم، كيديروا 62 درهم فاصله شي حاجه، حتى هما زوينين. وهادو اللي قلت لكم جوج حتى هما ب 16 درهم، حتى هما راهم دايرين فيهم التخفيض، هما دو جوج كيعطيوهم لكم يعني ثمن جد مناسب. بغيت نشاركهم معكم، هما دو هادو جوج سائل ديال اليدين. و الى عجبكم هذا الفيديو ما تنساوش ديروا لايك وتعاليق. باي باي، السلام عليكم.